تفقد مدراء عموم مديرية المعلى فهد المشبق والمياه والصرف الصحي سالم العلوي مضخة الصرف الصحي في منطقة الدكة بمديرية المعلى. وخلال الزيارة أطلع مدير الصرف الصحي بالمديرية المهندس وسام رمادة الإخوة مدراء المعلى والمياه على الأعمال الواجب القيام بها في المضخة والتي ستقوم بها فرق الصيانة في المؤسسة. وخلال الزيارة أكد مدراء العموم على ضرورة إجراء أعمال الصيانة والتنظيف للمضخة التي توقف العمل فيها نتيجة لتوقف مضخة الصرف الصحي في مديرية خورمكسر. وقد أكد مدير عام مديرية المعلى فهد المشبق خلال الزيارة أن العطل الذي طرأ على مضخة مديرية خورمكسر تسبب في إحداث الكثير من الطفح في منطقة الدكة والتي كانت تعمل على تصريف صرف منطقة الدكة القادم من مضخة الدكة. من ناحية أخرى تفقد مدير عام مديرية المعلى فهد المشبق ومعه كريم منير رئيس لجنة التخطيط بالمديرية تفقدا سير العمل في حديقة وملعب الشهيد جعفر محمد سعد والتي يتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها نهاية شهر أبريل الجاري. وخلال الزيارة أكد مدير عام مديرية المعلى أن المديرية سوف تقوم بترميم الجانب الخلفي من مباني حي كينيا والتي تطل على ملعب حديقة الشهيد جعفر محمد سعد. واعتبر المدير المشبق أن تلك الأعمال أعمال تكميلية. في المشروع القادم سوف يتم ترميم العمائر بشكل نهائي، سوف يتم تكسير المباني الخلفية وترميمها من جديد وأيضا مع البيبات ومع بيبات المجاري وبيبات المياه زائدا السطوح زائدا الدرج بحيث أنها عماير متهالكة لها منذ بريطانيا إلى يومنا هذا ولم تترمم. وأيضا من ضمن ستحمل المشروع من الإنارة زائدا زفلتة ما بين العماير بالرصف الحجار. وهذا المشروع سيكلفنا مبلغ كبير لكن سوف نعمله على شكل مراحل. وتأتي هذه الخطوة التكميلية لجعل منطقة حي كينيا تتناسب المشروع القائم فيها والذي سيعد مكسبا آخر يضاف إلى مديرية المعلى. لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية.